ضباط التحرير. روبرتسون قال ان هدف صلاح اخرس جماهير تشيلسي. قصده ايه اخرس جماهير تشيلسي؟ قصده ان كان في كلام كتير على محمد صلاح قبل مباراه تشيلسي ليفربول وتشيلسي، وان هو ارهابي وبيفجر، ويعني هتافات عنصريه كده قالوها في احدى المباريات. لكن افضل رد على حسب ما كمان اللي قاله روبرتسون، باك ليفت عالمي طبعا بتاع ليفربول روبرتسون ده، قال ان محمد صلاح اخرس جماهير تشيلسي من خلال الهدف الرائع اللي احرزه في هذه المباراه. على راي ابو تريكه يعني هو فجر مرمى تشيلسي من الهدف اللي هو بعد الهدف اللي هو احرزه يعني.